هذا اللي كندوزو المرحله ديال بناء مناهج وطرق تربويه مناسبه، لان كل طريقه كل سن وعندها منهج وعندها اسلوب في التعامل معها وفي تدريسها. لان مثلا نقولوا مثلا من 10 سنين لتحت، من 10 سنين لتحت تيكون عنده جانب، يعني تيبقى يقولنا حنايا تيتعلم بطريقه محسوسه، يعني خصو يقيس الاشياء، خصو يقيس كتاب، خصو يقيس كوب. الى درتي له مثلا على مثلا بغيتي تعلمو كيفاش يقطع الطريق، ما خصكش تقولها له هكا اوغالمون، خصك توريه الصوره، سواء توريه الصوره ولا توريه فيديو ولا تخرج معاه الطريق وتقول له فوالا كيتقطع هكا. ماشي يتعلم الدري الصغير، الكبير لا، ملي توصل لمرحله المراهقه يتبدل التفكير ديالو، تولي تهضر معاه هو تيعيش الخيال، تيحاول يخلق هذيك الصوره عنده في المخ ديالو او في المخيله ديالو، وتيعرف كيفاش يدير لها واحد الاطار او كيفاش يوظفها. التعامل في الصغير تيكون فيه عاوتاني تيبقى بان طرق المناهج التدريس ديال 6 سنين 7 سنين لتحت ما خصش الدري يقرا، الدري باقي خصو يتعلم، الدري خصو يتعلم مسائل اللي قاس بها يديه، يكون مسائل يدويه اكثر، لدرجه ان تلقاو مثلا في واحد الدول بيسكونديناف عندهم من 7 سنين لتحت الدري ما تيقرا والو، تيبقى غير لي زاتولي. والمهارات الحياتيه مهمه في هذا لاج هذا، الاعتماد على النفس مثلا، الثقه في النفس، يقوم بالاشياء ديالو راسو، يعتمد على شي حوايج اللي يكتسب هذيك المهارات الحياتيه تكتسبها في هذا لاج هذا، مهمه في هذا الوقت هذا. حنا لا، حنا بالكونتر، حنا ما تنعلموهش و تنبغيو نعطيوه القيم، لان بين 7 سنين لتحت الدري ما تيعرفش شنو هي القيم، ما دخلش عنده في دماغه، ما تيعرفش شنو هي القيم. 7 سنين الفوق غنجي نشوفوها عاد تيدي عنده الادراك، بحال اللي قالوا بان مرحله التمييز عاد تيدي عنده الادراك بهذه القيم هذا. اذا 7 سنين لتحت خصو يتعلم، خصو يقيس لي زاتولي مثلا، ورشات مثلا، الرسم، الصباغه مثلا، يخرج يعني تيعلموهم هذيك المسائل يدويه، لانه تيتعلم تيكون محسوس، خصو يقيس الحاجه بيديه. عاد 7 سنين الفوق عاد تبدا معاه الدراسه، عاد تشد ستيلو، عاد بدا يكتب غير الحروف، يتعلم بشويه بشويه بشويه، عاد يبقى يطور من المهاره ديال الكتابه، يعني كيطور المهاره ديال القراءه. حنا من 5 سنين 4 سنين 5 سنين تيبداو تكون شي قراءات، تبداو يقراو شي قرايات، تلقى مكتوبه عنده بزاف، تيولي من صغرو يعني تيدخل في واحد الدوامه اللي بالنسبه ليه هو باقي ما مدركهاش. هادشي علاش خصنا طرق ومناهج التدريس ستكون بناء على حسب الفئة أو السنية العمرية كذلك.